بالمزيد من المتابعة ينضم إلينا الدكتور عبد الله المغازي أستاذ القانون الدستوري وعضو مجلس النواب السابق، برحب بيك. أهلا بحضرتك يا فندم وأهلا بجميع السادة المشاهدين. نعم دكتور عبد الله، ونحن اقتربنا من إغلاق صناديق الاقتراع في هذه الانتخابات الرئاسية، كيف تابعت بشكل عام المشهد الانتخابي على مدار الأيام السابقة؟ يا أنا أعتقد أن المشهد الانتخابي هو إكمالا للمشهد الانتخابي المشرف اللي كان من المصريين بالخارج، وشفنا هذه الملحمة الوطنية الرائعة من المصريين في الخارج في الثلاث أيام 1 و2 و3 ديسمبر. أعقبوا الانتخابات طبعا في الداخل 10 و11 و12، وشفنا أول يوم من الانتخابات الرئاسية المصرية، وشفنا جميع فئات المجتمع، ويمكن احنا لأول مرة كرجل سياسة وكرجل قانون نشوف فئات جديدة ووجوه جديدة لم تكن موجودة من قبل. نعم. وده انعكس في اليوم الأول اللي أعلنته الهيئة الوطنية للانتخابات، ولما قالت ان في نسبة حوالي 45% من الناخبين المقيدين في جدول الانتخابات بالفعل كانوا موجودين في اليوم الأول. ده معناه ان هناك اسباب كثيره جدا خلت الناخب المصري حريص على استحقاقه الدستوري الهام. ما هي اهم هذه الاسباب يا دكتور من وجهه نظرك؟ يعني هذا التغير في تعامل الشعب المصري مع مثل هذه الاستحقاقات، وهذا بالطبع تم على مدار السنوات ليس وليد. صحيح صحيح. طب خلينا نتكلم على ان في اسباب بتمثل نجاح الدولة المصرية والقيادة السياسية ومؤسسات الدولة المصرية على مدار 9 سنوات. بنتحدث على أن الدولة المصرية لأول مرة بتضع القرى الأكثر احتياجا والقرى البعيدة التي لم يكن هناك أي نوع من أنواع الخدمات لها في إطار ما يسمى بحياة كريمة، وبالتالي نحن بنتحدث على فئات تمتعت بخدمات لم تكن تتمتع بها لسنوات عديدة وطويلة. ابتدينا نتكلم عن بنية تحتية، ابتدينا نتكلم عن مية وغاز وكهرباء، ابتدينا نتكلم على كل ما يتعلق بالسجل المدني وكل الخدمات اللوجستية المهمة لأي مواطن أصبحت موجودة وقريبة من تلك القرى. وبالتالي نحن بنتحدث تفضل نحن بنتحدث بصورة كبيرة جدا على ان بالفعل الدولة المصرية كانت حريصة على وضع هؤلاء المواطنين على أجندتها الوطنية، وده انعكس في الصورة الإيجابية بان هؤلاء المواطنين بالفعل أصبحوا فاعلين وأصبحوا حريصين أشد الحرص على تواجدهم في الفعاليات الكبيرة والاستحقاقات الدستورية الكبيرة. ده سبب من الأسباب. سبب تاني وهو المتعلق بالأمن القومي المصري، وإحنا شفنا حضرتك قد إيه حرص الشعب المصري وتلاحمه مع الدولة المصرية ومؤسساتها الوطنية والقيادة السياسية فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية وفيما يتعلق بالأمن القومي المصري. وبالتالي لأول مرة منذ فترة طويلة نشوف هذا التلاحم في قضية من القضايا الكبرى فيما يتعلق بالحرب على غزة وفيما يتعلق بالأمن القومي المصري في سيناء. وبالتالي شعور الشعب المصري بأهمية تواجده، بأهمية احتياج الدولة الوطنية المصرية ليه، عشان كده نلاحظ ان الوعي الجمعي للشعب المصري في تغيرات كبيرة جدا جدا. اولا اهتمام الدولة بيه، ثانيا احتياج الدولة المصرية ليه، ودائما ما كان الشعب المصري عندما تحتاجه دولته الوطنية بيكون متصدرا للمشهد، سواء كان المشهد السياسي بوجه عام او المشهد الانتخابي والاستحقاقات الدستورية الهامة اللي كل شعوب العالم اعتقد ان هي بتطلع وبتشوف. وشفنا ده في المنظمات الدولية اللي بتتابع، شفنا ده في وسائل الاعلام الدولية والعربية اللي بتتابع ده، ويمكن كانت من المظاهر المشرفة اللي احنا شفناها بالذات في شمال سيناء لما شفنا المراسلين الاجانب ومنظمات المجتمع المدني والمنظمات الدولية زي الاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي وجامعة الدول العربية في متابعتها للانتخابات، لدرجة ان الهيئة الوطنية للانتخابات
بعد ما كانت أعلنت عن 10,000 لجنة أصبح لدينا أكثر من 11,600 لجنة نتيجة الطلبات التي قدمت من تلك الهيئات والمؤسسات الدولية لزيادة عدد اللجان حتى يتناسب مع كم الناخبين اللي نزل والأعداد الكبيرة اللي شفناها في كل أنحاء مصر. نعم. فبالتالي ده محل فخر لينا جميعا، وأسباب عديدة يمكن أهمها هو التلاحم ما بين مؤسسات الدولة المصرية والشعب المصري في صورة مشرفة للغاية أمام العالم كله. دكتور عبد الله، يعني بعد انتهاء هذا الاستحقاق والإعلان عن رئيس للجمهورية، أهم الأولويات في الفترة المقبلة خاصة في ظل تحديات عدة اقتصادية وسياسية واجتماعية يشهدها العالم أجمع وليس مصر على مدار عامين ماضيين، ما هي أهم هذه الأولويات من وجهة نظرك والتي ربما لابد أن تطرح في البرلمان بالتحديد؟ أنا أعتقد أني لأول مرة نحن نشهد ما يسمى بالحياد الإيجابي لمؤسسات الدولة المصرية. يمكن ابتدى هذا الحياد الإيجابي من حضراتكم من وسائل الإعلام، وشفنا ده بكل فخر واعتزاز من الشركة المتحدة اللي هي قدمت نموذج رائع جدا للتساوي ما بين المرشحين الأربعة. نعم. ويمكن الشركة المتحدة أنا حابب أن أنا أشكرها لسبب وجيه جدا، ألا وهي أن هي بنت على نجاحها في الأول، لأن هي أعطت دقائق متساوية بالفعل لجميع المرشحين، ثم بعد ذلك ابتدت أن هي تبني على هذا النجاح، وابتدت أن هي تغطي أخبارهم وتغطي الثلاث أيام وكل تحركاتهم. ده معناه أن هي استفادت من تجربتها الناجحة في الأيام الأولى للانتخابات. ثم بعد ذلك شفنا المؤسسات الأمنية اللي هي كانت بتنظم العملية الانتخابية من خلال الناحية الأمنية في كل اللجان، وقبلها مؤتمرات واللقاءات الجماهيرية للمرشحين الأربعة، واللي أشادوا هم بنفسهم بحيادية جميع مؤسسات الدولة المصرية. عشان كده بكل فخر واعتزاز احنا بنشيد بالحياد الإيجابي لمؤسسات الدولة المصرية، وخصوصا وسائل الإعلام والتلفزيون المصري والشركة المتحدة وأيضا وزارة الداخلية وجميع الوزارات المعنية. وبالتالي أنا أثق أن هناك مرحلة جديدة في الست سنوات القادمة، أعتقد أن طبعا هيكون الملف الاقتصادي في أولى اهتمامات الرئيس القادم، وأعتقد أيضا الملف السياسي اللي ابتدت نجاحاته في الجمهورية الجديدة بوضع حجر أساس لهذه الديمقراطية الرائعة، وبالتالي إن شاء الله هيكون في خطوات رائعة في الناحية الاقتصادية والسياسية نبني عليها من الآن للجمهورية الجديدة خلال الست سنوات القادمة بإذن الله. نعم، يعني الدور المنوط أيضا بمؤسسات الدولة المختلفة في الاستمرار في رفع وعي المواطن والتأكيد على ضرورة مشاركته في أي استحقاقات أو أي حتى دعوات من قبل الدولة كي يدعم هذا الوطن، ربما في مبادرات في العمل المجتمعي أو ما إلى ذلك، ما هو هذا؟ طيب خلينا نؤكد على أمر هام جدا، إن الوعي الجمعي للشعب المصري زي ما قلت لحضرتك ازداد، وازداد أكتر لما الدولة المصرية وضعت الكثير من القرى المهمشة واللي هي على مدار عشرات السنوات، وده احنا شفناه كلنا. ابتدينا نشوف في مؤسسة حياة كريمة، ابتدينا نشوف فئة جديدة من شبابنا اللي احنا حطناهم برضو على الخريطة، لأن مش كل الشباب موجودين في أحزاب سياسية أو في تنسيقية الشباب والأحزاب والسياسيين، يعني صحيح. مش كل الشباب ليه تطلعات سياسية. في شباب بيحب العمل الخيري، وبالتالي من ضمن نجاحات الدولة المصرية هو وجود الشباب في العمل التطوعي، واللي شفناه أيضا بكل فخر في التحالف الوطني لما كان هناك أحداث غزة. نعم.